رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين. ثم أما بعد، أخي الصائم أختي الصائمة، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله. ربما تسألني عن الأعمال التي يجب أن نحرص عليها في هذه الليالي المباركة. صدقة، فلأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فقد فاتنا الصالحون. قم يا رجل، فقد فاتنا الصالحون. وهذا يزيد بن هارون رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين. ثم أما بعد، أخي الصائم أختي الصائمة، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة، آمين آمين يا رب العالمين. ألا نستغرب أحبتي من أناس أهمهم الوحيد البحث عن عيوب وعورات الآخرين، يبحثون عن عيوب الآخرين كما قيل، وكأنهم يبحثون عن كنز. وش هو الغرض بتاعهم في ذلك؟ والله الغرض أنه باش يحقر غيره، الغرض السخرية، الغرض الاستهزاء. والله سبحانه، على الرغم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى نقول لهؤلاء، يقول لنا المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يتبع عيوب الآخرين وتلقى ماذا؟ صدقوني يا أحبتي، تلقى ماذا؟ أنه يضيف لها بعض العيوب الأخرى لتشويه صورة أخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا تخشى يا أخي، ألا تخشى يا أخي أن يتتبع الله سبحانه وتعالى عورتك ويفضحك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، وفي رواية ولو في جوف بيته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا أقول لك، وهذا مجرب، وهذا ما دل عليه الواقع المعيش للناس هذم الذين يتتبعون عورات الآخرين. صدقوني الجزاء من جنس العمل، خيرا كان أو شرا. هذا اللي يضحك ربما على إمرأة يقول إمرأة عاقر، ولا يقول فلان الابن نتاعو بعيد كل البعد عن التربية. صدقوني بعد مدة قد يأخذ المولى عز وجل منك أولادك، تولي الزوجة تاعك هي العاقر، والأولاد نتاعك هم اللي بعد كل البعد عن التربية، فكما تدين تدان. سبحان الله بحمده. يكفي المؤمن العاقل كيف يتعامل يعني مع هذا الخلق. المؤمن العاقل والله يكفي أن ينظر إلى عيوب نفسه. صدقوني أحبتي، لو كان الواحد يشوف روحه يلقى أنه نفسه كله عيوب، من الرأس إلى كما قيل إلى أخمص القدمين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إنسان يشوف العيوب نتاعه تكفيه عيوبه، علاش أنا نبحث على فلان؟ فلان طلع وفلان هبط ومتبع عورات الآخرين والعيوب نتاع الآخرين. سبحان الله وبحمده، تكفيني ماذا؟ تكفيني عيوبي. هذا الربيع بن الهيثم رضي الله تعالى عنه وارضاه، قيل له: ما نراك تعيب احدا. تب شوف الرجال، الناس اللي فهم الدين مليح، ما نراك تعيب احدا. قال: لست عن نفسي راضيه، فكيف اتفرغ لذم الناس؟ يقول: انا مش راضي على نفسي، يعني انا كلي عيوب، كيفاش اني نبحث عن عيوب الاخرين؟ لذلك يقول الامام الشافعي بيات رائعه جدا، ربما فينا من يحفظها، يقول: اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك وافر موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن ابدت لك مساوئ فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وعاشر وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ما تكون كذلك الرجل الذي قال: عيوبي لا أراها، عيوبي لا أراها وعيوب غيري أركض وراها، عيوبي لا أراها وعيوب غيري
أركض وراها أنت، ما تكون بهذا الصورة. الصورة نتاعك الإيمانية الحقيقية عيوب، تكفيني أن أنظر ماذا إلى علوم إلى عيوبي. يقول لي ربما الواحد يا أستاذ أنا سمعت عورة أخي ولا عيبة أخي عن غير قصد مني، وش لازم لك؟ لازم لك في هذه الحالة النصيحة، روح انصح خوك، تشوف عيب في خوك ما تبقاش تهدر وتزيد فيه، روح انصح خوك، لأن الدين كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. زيد حاجة أخرى، أستر خوك. أي نعم، الستر الستر الستر. يقول عليه الصلاة والسلام من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله يوم القيامة. الله الله، عود هالكذي، من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله يوم القيامة. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لما تشوف في خوك عيوب وتسمع الخوك عيوب، روح ليه وانصحه ونعت له بالتي هي أحسن، وما تكشفش هذه العيوب، لأنك لما تكشف العيوب نتاعه والعورة نتاعه سيكشف المولى عز وجل عورتك في الدنيا والآخرة، وهذا أكيد أنك راح تخسر كل شيء. فالحذر فالحذر أحبتي من تتبع عورات وعيوب الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.